مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. يسعدني وتتشرف قناة شنقيط الفضائية أن تستضيف ولأول مرة في ظهور إعلامي فضيلة العلامة الوجيه والشيخ الجليل الخليل ولي الشيخاني، رئيس الهيئة الإسلامية للدعوة وأعمال البر، طبعا ابن الشيخ محمد الحافظ الكبير الذي نشر الطريقة التيجانية في غرب إفريقيا وبلاد عديدة، كما سار على هذا النهج ابنه وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ والعارف بالله الخليل ولي الشيخاني. طبعا مشاهدي الكرام، لا أقولها جزافا، هذه المقدمة المختصرة لا تكفي طبعا بالإحاطة بفضل وأعمال شيخنا في هذه الحلقة، لكن نبقى مع هذا التقرير، طبعا هو المختصر أيضا حول حياة الشيخ وإنجازاته. نتابع. في عمق ولاية الثالثة جنوبية موريتانيا وخاصة في منطقة العقل، رأى النور الشيخ العارف بالله الخليل ولي الشيخاني في بيت عز وجاه ليتربى حميد السيرة حسن السريرة في بيئة محضرية صوفية نقية، فلا روى أن طابت صنائع ماجد. فالشيخ الخليل ابن سلالة الشيوخ ومعدن العرفان والرسوخ الشيخان ابن الطلبة، إذ درس عليه الفقه والنحو واللغة، ثم التحق بالمدارس النظامية ليجتاز مراحلها بعد ذلك بنجاح، وهو الآن يرأس هيئة إسلامية للدعوة وأعمال البر. بدأ مشوار دعوته إلى الله منذ حوالي سنة 1980، وهدى الله به خلقا كثيرا. تعددت رحلاته للدعوة وخاصة في مناطق تكانت والعصابة وآلاء والحوضين ومناطق في السنغال والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، اشتغل خلالها بالإرشاد ونفع العباد، فعم الجلب وانتشرت الفيضة، فشيد معالم الطريقة وأوضح نهجها ورفع منارتها وقوى أركانها، فلاع صيته في البلدان وقصده الناس من قاص ودان، فبذل في نصحهم همته وأخلص لهم نيته، فزادهم في فعل المأمور ترغيبا وعن المآثم ترهيبا، وسلك بهم مسالك الجد وجمعهم على الواحد الأحد، فتخرج على يده خلق كثير مما أراد الله له من هداية، ووصل منه إلى مقصوده من لاحظته عين العناية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا نستضيف في هذه الحلقات كما تابعنا في العنصر فضيلة الشيخ الخليل ولي الشيخاني. فضيلة الشيخ، أهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة الخاصة، ونشكركم وطبعا القناة إدارة عمالا تشكركم على هذه قبول هذه الاستضافة، طبعا الأول من نوعها في التاريخ الإعلامي الحديث. يقول بعض الخبراء في التصوف إن التصوف الموريتاني يعتبر من أرقى أنواع التصوف في العالم، ذلك كما يقولون من غزارة علمه ودقة عطائه وعلو مقصده، كما يقولون إنها الطريقة الأحق للطريق الحق. نريدكم بداية أن تحدثونا عن الأعم على أن ننتقل إن شاء الله في السؤال الثاني إلى الأخص، عن التصوف بصفة عامة، آدابه سلوكه. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. كما قلتم، نشكركم أنتم أيضا قناة شنقيط، وقيل والمسمى له من الاسم حظ البس الأوبة من كليج البابا، إذن تسميتم باسم شنقيط باسم موريتانيا، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح. وكما قلتم إن التصوف بصفة عامة بدأ مع أهل الصفة، قوم آثروا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، آثروا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، آثروا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهبوا للأسواق والمزارع، حتى خاطبه الحق سبحانه وتعالى، أي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هؤلاء القوم
الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى هما البداية الأولية لما يسمى بالتصوف، لأن التصوف بصفة عامة هو مداره هو حول الذات العلية، إذن علم يتعلق بالذات العلية. وأنتم تعلمون أن شرف كل علم هو بما ينسب إليه، والتصوف ينسب إلى الذات العلية لأن أصبح هو أشرف علم. التصوف الصاد يشير إلى الصفاء مع الله، صوفي الصاد يشير إلى الصفاء مع الله، والواو يشير إلى الوفاء مع الله، والفاء يشير إلى الفناء في الله، والياء يشير إلى اليقين بالله. وإذا ما اليقين لازم قلبا جانبته الشكوك والأوهام. أنتم تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة: أخذت عن ربي ثلاثة علوم، علم أمرني بتبليغه للعامة وفعلت، وعلم أمرني بتبليغه للخاصة وفعلت، وعلم بيني وبين ربي لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى 40 سنة من عمره في علم الحقيقة، وإن شئت قلت في علم التصوف. لا يمكن لمن يؤهله الله تبارك وتعالى لهذا المقام العظيم ولهذه المكانة السامية أن تمر 40 سنة من عمره في فراغ. إذا قضى صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، أنتم تعلمون شق صدره صلى الله عليه وسلم كما في السيرة النبوية، وحبب الله إليه الخلوة، وحبب الله إليه الاعتزال، ومن ثم لازم الخلوة مع الله تبارك وتعالى في غار حراء. وأول شيء نزل عليه صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك. إذن أول شيء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هو باسم الرب. درج الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنوال في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما فاقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بالشيء وقر في قلبه. سئل أبو بكر الصديق عن الشيء الذي وقر في قلبه، قال: لا أدري إلا أني ما نورت إلى شيء إلا وجدت الله دونه. معنى هذا هو الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأينما تولوا فثم وجه الله. البعض يعتقد أن ما قال أبو بكر الصديق هو شيء عجيب، هو نعم قال شيء عجيب، ولكن الذي قال هو قول الحق سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. أنتم تعلمون أن علي بن أبي طالب أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: أنا مدينة علم وعلي بابها. ويقول علي بن أبي طالب: لو شئت لوقرت 70 بعيرا من النقطة التي تحت الباء في باسمي. إذن التصوف بصفة عامة هو وصفوه أوصافا عديدة وكثيرة، منها أنه علم يقتضي التحلي بكل الفضائل والتخلي عن كل الرذائل، ووصفوه بأنه هو الفقه الباطني، ووصفوه بأمور عديدة. أنتم تعلمون أن التصوف مداره كما قلت لكم هو الذات العلية، وهذا يكفيه شرفا. إذا ننتقل إلى الأخص وهو الطريقة التيجانية. نريدكم فضيلة الشيخ أن تحدثنا عن أصول هذه الطريقة، يعني كلمة مختصرة شيئا ما عن هذه الطريقة وصولها إلى موريتانيا، كبار مشايخها، على أن نتحدث إن شاء الله في البقية. بالطبع قبل أن نتحدث عن الطريقة التيجانية لا بد أن أتحدث أولا وقبل كل شيء عن صاحب هذه الطريقة. صاحب هذه الطريقة هو الشيخ سيدي أحمد التيجاني، هو شريف ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل زمانه يشهدون له بالورع والتقى ووفرة العلم. وكان رضي الله عنه في أبي سمغون في الجزائر
كان عنده بيت خاص فيه خشب، كان فيه حبل يشد رأسه بذلك الحبل خوفا من أن ينام عن التعبد وعن العبادة. إذن كان رضي الله عنه الشيخ سيدي أحمد التجاني شريف عالم فقيه، وطريقته هذه أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يقظة لا مناما. وربما ستسألون عن ذلك، إلا أني أقول لكم بأن هذه الطريقة التجانية ليس فيها إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن صاحبها اللي هو الشيخ سيدي أحمد التجاني قال كلمات تشكل دستورا لهذه الطريقة. قال رضي الله عنه: ما سمعتم عني فزينوه بميزان الشرع، فما وافق فخذوه فهو مني، وما خالف فاتركوه فهو ليس مني. إذن كل شيء من الطريقة التجانية فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الطريقة التجانية. إذا نريدكم فضيلة الشيخ أن تحدثونا عن وصول هذه الطريقة إلى موريتانيا وعن كبار مشايخ هذه الطريقة. أولا قبل أن أذكر كيف وصلت الطريقة التجانية إلى هذا القطر، نعم أحدثكم قصة وردت فيما بين الشيخ إبراهيم النص شيخ الإسلام. قال بأنه تحدث مع عالم في الحجاز فقال له هذا العالم: أنت أرى علمك وأرى ورعك وتقاك، وأحب أنك إذا رجعت إلى أرضك أن تقول لأتباعك كلا بأن يتركوا الطريقة التجانية لأنها بدعة وكفر. فقال له الشيخ إبراهيم النص: أنت لك قرأت شيئا عن الطريقة التجانية؟ قال له: لا. قرأت شيئا عن الشيخ سيدي أحمد التجاني؟ قال له: لا. إذن قال له: أنا من أهل الطريقة التجانية، أتسألني عن الطريقة التجانية أم أسألك؟ قال لي، قال له: أنا هو الذي يجب أن أسألك أنت عن الطريقة التجانية، فما هي الطريقة التجانية؟ قال له: الطريقة التجانية شيء من الاستغفار، ينصح مسلم مسلما أن يترك الاستغفار؟ قال له: لا. الطريقة التجانية شيء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينصح مسلم مسلما أن يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا. طريقة التجانية شيء من ذكر الله تبارك وتعالى، أينصح مسلم مسلما أن يترك ذكر الله؟ قال له: لا. قال له الشيخ إبراهيم النص: هذه هي الطريقة التجانية، إن لم تكن هذه هي الطريقة التجانية فلا أعرفها. بالنسبة لسؤالك، الطريقة التجانية وصلت إلى هذه الأرض الحبيبة مع علماء فقهاء أجلاء، أذكر منهم على سبيل المثال إلى الحصر والدي وجدي الشيخ محمد الحافظ دفيني أنفني موجود قرب أبي تلميت. الشيخ محمد الحافظ والدي هذا قبل أن يذهب إلى الشيخ سيدي أحمد التجاني قضى سنوات عديدة مع العالم الشهير للفضل العظيم سيدي عبد الله الحاج إبراهيم، أخذ عنه العلم الظاهر وقضى معه سنوات في خدمته فأخذ عنه العلم الظاهر، وبعد ذلك تاقت نفسه إلى التربية الروحانية وإلى العلم اللدني، فذهب في الحج والقصة معروفة الحمد لله، موجودة في الكتب الحمد لله، وأخذ الطريقة عن الشيخ سيدي أحمد التجاني، وقدمه الشيخ سيدي أحمد التجاني وأوصاه بوصيته، قال له: لا تظهر حتى يظهرك الله. وذهب الشيخ محمد الحافظ لأول مرة راجعا قافلا من حجه وغربته من أجل الحصول على مطلبه، رجع إلى موريتانيا، وكانت الحمد لله النتيجة أن الطريقة التجانية انتشرت في موريتانيا وانتشرت في غرب إفريقيا كلا بسبب الوالد والجد الشيخ محمد الحافظ. إذن فضيلة الشيخ، هناك من يشكك في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام كما كنتم تقولون في الحديث السابق حول هذا، نريد ردا واضحا
على هذا الكلام، خاصة مما يشكون في هذه الرؤية يقظة لا منام، وطبعا قيل فيها الكثير لا وقت لدينا لعرضه كله. على كل حال الحمد لله، أنتم تعلمون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في منامه فسيراني في يقظته، أراه على كل حال فيه روايات: من رآني في منامه فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولا نقول لكم شي هون، ونبغي الناس على كل حال لا تحاول انها تفهموا بقى، انا بعد لا نقولوا وتحاول الناس انها تفهموا وتعذرني مولي على كل حال الى عاد ما فهمته. النبي صلى الله عليه وسلم له أحمدية وله محمدية، له أحمدية كانت موجودة قبل محمديته صلى الله عليه وسلم، وهي التي بشر بها عيسى عليه السلام، حيث يقول الله تبارك وتعالى راويا عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. هذه الأحمدية أي روحانيته صلى الله عليه وسلم كانت موجودة قبل ظهور محمديته صلى الله عليه وسلم اللي هي شبحيته. الله تبارك وتعالى يقول: وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. إذا محمديته أي شبحيته لا شك بأنها موجودة في المدينة المنورة وفي بيت عائشة، لكن أحمديته صلى الله عليه وسلم التي كانت موجودة قبل ظهور محمديته هي التي ما زالت موجودة حتى الآن وبها قوام الدين. هذه الأحمدية أي الروحانية بإمكانها أن تتشكل على الصورة المحمدية في أي وقت شاءت، والأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الشيخ سيدي أحمد التجاني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحمديته صلى الله عليه وسلم بإمكانها أن تتشكل على صورة شبحه في أي وقت شاءت. وأنتم تعلمون أن الشهداء ليسوا كالمقاتلين العاديين، الشهداء يقول الله تبارك وتعالى: أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا شك أن الأنبياء والرسل فوق الشهداء. أنتم تعلمون بأن ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه رأى الأنبياء والرسل، وهنالك الحافظ السيوطي عنده كتاب تنوير الحلق في رؤية النبي والملك. على كل حال، إذن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذه ادعاها كثير من الصالحين قبل الشيخ سيدي أحمد التجاني. ليس الشيخ سيدي أحمد التجاني هو الوحيد اللي ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. وأنتم تعلمون أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ليس كوجود غيره. أنتم تعلمون أننا في صلاتنا نقول: السلام عليك أيها النبي، تحياتي لله زكا، السلام عليك أيها النبي، هذا تخاطب حاضرا أم غائبا؟ السلام عليك تخاطب حاضرا. وفي الحديث الذي رواه أيضا البخاري، صحيح البخاري: ما من ميت يموت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع ذلك الميت في قبره، والملكان يسألانه: ما علمك في هذا الرجل؟ والدقيقة الواحدة يموت الآلاف والملايين من البشر، وكل ميت معه النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قبره، والملكان يسألانه: ما علمك بهذا الرجل؟ إذن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى. إذن فضيلة الشيخ، هناك بعض المصطلحات طبعا الكثيرة خاصة في الطريقة التجانية، أريدكم أن توضحوا للرأي العام طبعا وتحدثنا عن هذه المصطلحات، خاصة التواجد في الذكر والفيضة. يعني هذه المصطلحات يشوبها نوع من الضبابية لدى العامية خاصة، وطبعا يستخدمها المجافون للطريقة الصوفية والطريقة التجنية بطرق أخرى حتى يوظفوها على ويشرحوها للعامية بطرق قد لا تكون هي الأصل فيها. إذن نريدكم أن توضحوا للرأي العام عن خاصة. إذن فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الشيخ سيدي أحمد التجاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وأعطاه هذا الورد، احنا افتراضا قاع، احنا افتراضا، لا افترض على زيد والله عمر جبر الشيطان، ما هو قاع النبي صلى الله عليه وسلم جبر الشيطان، الشيطان هذا الملعون المخزي، وقال له فلان وفي مية من استغفر الله،
هو في 100 من الصلاة على النبي، هو في من لا إله إلا الله، لا يقول له ماني معدلها، لا يقول له أنت أصلا لا تأمر أصلا إلا بالفحشاء، وتبان برك أمرت بخير وإذا قلت لي بعد لا يعدل. حتى نحن الشيخ سيدي أحمد التجاني اللي قال إن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، مولانا قال استغفروا ربكم إنه كان غفار، أعطاه الصلاة على النبي صلى عليه وسلم وسلم، أعطاه لا إله إلا الله، اذكر الله ذكرا كثيرا. لو كان الشيخ سيدي أحمد التجاني قال إن الضيف وفوا 100 من الزاوية الزاوية، والله وفوا 100 من فاس فاس، نقول له شيخنا أنت اللي أعطيتنا. أخبار وش؟ منين عود اللي أعطانا لا الاستغفار والصلاة على النبي والذكر؟ ما يعود فيه مشكلة. فيما يتعلق بالتواجد اللي قلته، الوالد الشيخاني رحمه الله عنده أبيات في المجال يقول: وإن فرح بالله أبدى تواجدا وحب تغني وحضور المزامير، فليت خلي القلب من حر وجده تراءى لذي قلب من الوجد عامري، ليعذر أهل الوجد حيث تواجدوا فما عادل في الوجد فيه كعاذري، وإن عمروا أوقاتهم بتواجد فما ذاك إلا من هواهم عامري. يعقب الشد علينا يقول: ولكن ذاك الحال في حكم نادر، وفي الشرع لا يقضى بحكم النوادر. ها ها سيدي عبد الله الحاج إبراهيم رضي الله عنه يقول: والرقص فيه دون هجم الحال ليس على طريقة الكمال، ومن يكن يقوى على السكون فإنه أسلم للظنون. سيدي عبد الله الشيخان يقول في بيت آخر: الرقص نقص عند إمكان غيره، وذو العقل لا يرضى ملابسة النقص. يغير الفيض وقلت هذه الأحوال اللي عود المريد فيها غائب في الله ممحو في الله لا وجود له مع الله تبارك وتعالى، ذيك المرحلة اللي ذاك نبتها محفوظ أيضا بعناية الله تبارك وتعالى بأن لا يخالف شرع الله. الوالد الشيخاني رضي الله عنه يقول: علينا زمان السكر يحفظ شرعنا، وللشرع آثار تعد مآثرا. المجذوب بارك لا يخالف شرع الله أبدا، مجذوب كامل شفته خالف شرع الله عرف لك أنه ما هو مجذوب بتاتا. إذا التواجد خالق، ويجيب الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم النص في كاشف الألباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يذكرون الله فاهتز بينهم صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم، ناولوه الرداء زرقوا لهم قال لهم: إني وهبته لمن ذكر الحبيب، وقال: ليس من الكريم إن لم يهتز المرء لذكر الحبيب. هذا موجود في كاشف الألباس. أحد لفاته لنرقص قاع لله تبارك وتعالى محبة فيه وتعلقا به، ما يرقص رقص جعفر، جعفر رقص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، رقص جعفر وما عابها أحد عليه. هناك مسألة أخرى فضيلة الشيخ ربما يطرحها الكثيرون وتعتبر من أكبر المسائل التي تطرح خاصة على طريقة التجانية، وهي الاختلاط في مجالس، خاصة الاختلاط في مجالس الذكر. ما هو ردكم على هذا الكلام؟ شفت نعرف ذيك الساعة، نعرف ذيك الساعة الفيضة، ذيك الساعة اللي خلقت هنا 84 في نواكشوط هذا، وكنت ذيك الساعة مشرف عليها، وكان فيها ذيك الساعة ياسر من اللي يسمى ورك الاختلاط، فيها اللي الناس تذكر الله تبارك وتعالى كاملها رجالا ونساء، وذا اللي هام بعض من الناس يعدل للنساء ما هو انصاف. به اللي الله تبارك وتعالى يقول: المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأجرا عظيما من الله تبارك وتعالى. رواية كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإني لما بعثت أول من صدق بي النساء والأطفال لطفا بالقوارير. هذا اللي هام من الناس تعدل للنساء ولا ما يتواسى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعائشة بنت أبو بكر الصديق أم المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: خذوا نصف علمكم من هذه الحميرة، وكانت تحدث الرجال كما تحدث النساء. إذن لله يتواسى للنساء فإنهم ما يحضر مجالس الذكر ومجالس الخير ما هم الصف. النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، النساء ذوك هم يطوفوا ببيت الله الحرام، هم والرجال والنساء في بقعة واحدة ورا النبع. الهدف عندي من ما هن ياكنا
ونقول لكم على الاختلاط اللي هو يارتو يتواسع. غير بعد قاع عن الاختلاط ماني فاهم هاي كلمة الاختلاط اللي شائعة عند الناس اليوم واللي تقولوا هما فيهم الاختلاط. احنا ما فهمنا الاختلاط اللي تقول انه فينا شنو؟ إلى عت الاختلاط عندكم أن يقعدوا رجال ونساء في بيت واحد؟ هذا ما له يجي حد البيت من بيوت المسلمين ما لحد فيه رجال ونساء. وإلى عت تراوا أن احنا نعدل اختلاط. ما هو ذا الاختلاط العادي؟ احنا بعد ما لنا عالمين به ولا قط شفنا ولا فهم محرمات ولي لا هنا قبلوها به اللي الشيخ ابراهيم الناس جواهر الرسائل راعي. هذا كتاب جواهر الرسائل للشيخ ابراهيم الناس. شيخنا احنا هذا ووسيلتنا لله تبارك وتعالى. رسالته الثانيه كاتب فيها رساله قال انها يا الله تتحفظ، وقال ما من ينتسب الينا ويرتكب شيئا من معاصي فأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه. إذا ما معقول علينا احنا الطريقة التجانية فيها العلماء والفقهاء وإنما يخشى الله من عباده العلماء أن نعود في الحقيقة نقد نسمح بأن يخلق اختلاط من النوع اللي عند الناس تفكير فيه أنه احنا نعدلوه. معاذ الله، الرجال على زر، الرجال على زر والنساء على زر. إذا ما هناك الاختلاط إلى عاد خالق نحن بعد ما نعلم به، به للنبي صلى الله عليه وسلم يقول باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. ونحن نحاول دائما أن نباعدوا بينهم ويعودوا الرجال على الزر والنساء على الزر. لو بعد هو اللي قالوا لنا شيخنا هو اللي انطب. اختلاط آخر أنا ماني عالم. نعرفه هو يوني الشيخاني في بند عنده مسجل يقول قاعد بسط شي الإسعافات برك. الإسعافات ما له يجر الرجال. ويقضوا يسعفهم ويبقوا عليات مسكنات ما قبلوا يسعفهم. هذا ما هو مصر. هذا الصار رياض الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق ذكر. حلق ذكر يجوها الرجال وحدهم ونساء مسكنات قال لهم ابدأ يحوزوها. تعالوا لها بعدي غير تعالوا لها بالصيفة ليالتكم تجوا بيها وتب. نريدكم فضيلة الشيخ أن تحدثونا عن فضلية صلاة الفاتح. ما هي فضلية هذه الصلاة؟ يقول البعض طبعا من الناس أنكم تقولون أن هذه الصلاة أنها أفضل من الفاتحة وما إلى هنالك من الكلام. نريدكم أن توضحوا الموقف الحقيقي من هذه القضية. وما قاعد يقولوا علينا نقولوا والله شيخنا الشيخ سيدي أحمد التجاني يقول أنها أفضل من القرآن كامل. وهذا فت اشتركت فيه بحث مع بعض العلماء في الحجاز المدينة المنورة وقلت لهم ان الشيخ سيد احمد التجاني ما فاضل القرآن مع اي شيء انما فاضل عمل الانسان يتلو كتاب الله لا يمتثل امره ولا يجتنب نهيه وفي هذه الحالة يكون القرآن عليه لا له رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. في هذه المرحلة اللي يكون فيها الإنسان بقراءته للقرآن يزداد إثما لأنه لا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه، الشيخ سيدي أحمد التجاني ينصحه إلى الرجوع إلى صلاة الفاتح لما أغلق لما فيها إلا الخير اللي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذه المسألة بالذات السؤال اللي طرحت هو اللي وداني رانك قبلت السر في رانك جيت على السر في قضية اني قبلت على اني نظهر لي اول مرة في المجال الاعلامي تناولتها الناس ياسر مرة وقبلتها اذاعة مالو ياسر وتناولت فيها قدر من الامور اللي انا ما هو زين عنه. الشيخ سيدي احمد التجاني احق نحن بان ننقل كلامه واعرف نحن كتبه وياك اللي في كتبه ما يالت الغير يقولون من اللي نحن الى ما عدنا نحفظه وياك اللي يقول نعود بعد نعرضه منه شيء. إذا اللي قال الشيخ سيدي أحمد التجاني وصفة واضحة ويابتو يراجع ونوفاو عنا من المسألة ولكن لا تنقال لنا به اللي كذب وافتراء وبهتان على شيخنا وسيلتنا إلى ربنا الشيخ سيدي أحمد التجاني. اللي قال الشيخ سيدي أحمد التجاني له كلام له بالنص والحرف. أما تفضيل القرآن على جميع الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أوضح من الشمس كما هو معلوم في استقراءات الشرع وأصوله. هذا نص كلام الشيخ سيدي أحمد التجاني جواهر المعاني. وقالوا ما اللي أعلننا زيدا كان
قالوا علينا مولي انه قال ان اصحابه مولي انهم افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمع. وهذا مولي افتراء وكذب به اللي نص كلام الشيخ سيدي احمد التيجاني في جواهر المعاني له. ونبغى المساله ما لا تنقال لنا ولا تنقال عن الشيخ سيدي احمد التيجاني. هذا نوع من الافتراءات على العلماء والفقهاء والصالحين اللي يالله تمدد توقف عنه. فيما يتعلق بالصحابه ايش قال الشيخ سيدي احمد التيجاني؟ قال ان كل واحد من الصحابه الذين بلغوا الدين مكتوب في صحيفته ماذا؟ جميع اعمال من بعده من وقته الى اخر هذه الامه. وعملنا نحن وعمل الصحابه كمشي النمله مع سرعه طيران القطات. انتهى بلفظه. معناها عملنا احنا اليوم كيف تمشي النمله؟ واعمال الصحابه كيف تسير القطات؟ نوع من الطيور اسرع مشي. اذا لا مجال على الناس. يا احبابي في الله احبابي في الله خافوا من الله تبارك وتعالى وعرفوا ان هذا ما يخدم الدين ويلا تمدد توفى منه. الشيخ سيدي احمد التيجاني الكلمه اللي قلت قبيل دستور شي سمعتوه عنه من الشريعه فهو منه، شي سمعتوه عنه مخالف لشرع الله الشيخ سيدي احمد التيجاني ما هو منه. إذن فضلت الشيخ أيضا هناك سؤال بدأ يطرح مؤخرا خاصة في السنوات الأخيرة وهو الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البعض أكد وأكد تأكيدا شديدا على أنه بدعة من أكبر البدع ويجب أن لا يحتفل به، وبدأ البعض أو الكثير من الناس يقول هذه المقولة خاصة في العواصم الكبيرة كنواكشوط وعواصم الولايات. نريد منكم ردا واضحا حول قضية هذه القضية. البعض يرى أنه يقولون أنه اليوم الذي ربما مات فيه، البعض يقول أنه بدعة أنه صامه صلى الله عليه وسلم، يعني يستدلون بالكثير من هذه الأدلة. نريد موقفا واضحا من هذه القضية. على كل حال جزاك الله خيرا، هذا قطعا الموضوع قطعا شائك، ونحن اللي نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قطعنا توجهنا يا للأسف سهام عديدة، ونحن ما كنا مواسين قبيل انها يلا تتوجهنا في جولة من جولاتي اللي نعدل في الداخل والمحاضرات اللي نعدل في عدة مساجد في الداخل. قد انطرح لي فعلا السؤال وقلت لهم يا عجبا، نحن عندنا عيد المرأة، ونحن عندنا عيد الاستقلال، ونحن عندنا عيد الطفل وعيد الشجرة والأعياد اللي ماتوا ويحتفلوا بها في الإذاعات وفي التلفزة، لا قط سمعنا حد قال أن العيد أنه مات. لا قالكم يا أخوتي الزريبة من جهة مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللي احتفلت به الأكوان كاملها، ما أبقى شيء ما احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جه المدينة المنورة، الحقه المدينة المنورة يصومون عاشوراء، وقال لهم كيف تصومون عاشوراء؟ قالوا له هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى. قال نحن أحق بموسى منه، صوموا. قال المسلمين صوموا هذا اليوم اللي نجى الله فيه تبارك وتعالى موسى عليه السلام. مولد النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يحتفل به؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولانا الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن القصص؟ أليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم يالله تحتفل به الأمة الإسلامية كامل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، قال: أنا الرحمة المهداة فتقبلوها. الصحابة كانوا يقدوا يعودة بهم اللي معاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويراعوا فيه، ما هم محتاجين على انهم يحتفلوا مولد يا غير نحن الاخرين اللي جينا عاقبه. أليس من حقنا على ان نتم ونذكروا اطفالنا؟ يعودوا اهل المسيحيين هك ليالي مولد عيسى ينيرون الانوار ويعطونا الكضوات ويقولوا للشاشرة وذاك ذوك الكضوات اللي صبحوا معاكم ذاك جايبهم لكم عيسى عليه السلام. أليس من حقنا نحن أن نربوا أجيالنا؟ علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس من حقنا أن نحن نربوا أجيالنا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكرهم بأنه أنقذ البشرية
وانه نبي الرحمة. اذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الى عاد سرد سيرته صلى الله عليه وسلم، وذكر ايام اللي انتصر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ياك اللي جاب للأمة كامل، انا ظاهر انه يرتعد ما فيه ضرر. الى عاد الصلاة يعدل فيه الشيوخر، الاحتفالات اللي تعدل المولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يخالف شرع الله، لكن احنا ما لنا فيه. لا كيف قلت لك قبيل الاختلاف، احنا بعد ما نعرفه، احنا دون نعرفه شيخنا بعد يحتفلوا ليلة المولد، احنا دون نقيسوا الشيخ ابراهيم يصف مدينة كولا يقعد الساعة العاشرة في الليل ويتم قاعد لين يعود الصبح العاشرة الا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خصال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر لانه ما يرتعد في شيء. وابلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم، قال البصير. قط اشتركت انا من نفسي حديث في المسجد النبوي، جاي معايا حد ذيك الساعه وجا وهو عنده ميمية البصير وقباوها وتليها يقراها امام النبي صلى الله عليه وسلم وتمايل وظهرهم فطنول وشالوه شاوبيه وتمولين عجطونا انه يجي، وجيت الحقت واحدين قاعدين بعض من العلماء، قلت لهم كيف تؤذون ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لي وجدناه يقرا الميمية ويتمايل ايضا مع ذلك. قلت لهم يا احبابي في الله، انتم تمثلون هيئه اسلاميه وانا الان تشوف باسبور يا راعي راس هيئه اسلاميه للدعوه. هذا ما فيه. حسان بن ثابت قام يقول الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمر انه يتوقف عنه، قال له يا خليفه رسول الله عمر بن الخطاب لقد كنت انشد هنا امام من هو افضل منك. ولا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل وروح القدس معك. واشتركت انا وهما حديث بعد في المجال. الان فضيلة الشيخ نصل الى السؤال ربما يعتبر من 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 اكبر الاسئله التي طرحت ورجعت خاصه مع الطرق الصوفيه والطريقه التيجانيه، وهي مساله التوسل. يعني كيف ترون هذا الموضوع مساله التوسل؟ الكثير من العلماء تحدثوا والفوا الكثير حول هذه القضيه التوسل، وانتم ايضا بعض العلماء من الصوفيين ايضا الفوا في هذا المجال، يعني نريد قولا فصلا يعني في قضية هذا التوسل. على كل حال أخبار التوسل لا كيف تلك أنت نقول ضرك في أخبار المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا للأسف اللاماني فاهم ذاك قبل ذي الرواية اللي وعد النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا إذا ما توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نتوسل من، ولانا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. شنو الوسيلة اللي يالتنا نتوسل بها لله تبارك؟ البعض يقول نتوسل بأعمالنا الصالحة ويجيب حديث الصخرة. أنا قاعد نقول لكم ما هو الخلطة الثلاثة اللي كانوا في حديث الصخرة. لا نقول نقبل أعمالهم هم اللي قالوا أنهم توسلوا بها وأن احنا يالتنا نتوسلوا بالأعمال الصالحة. لا نقبل أعمالهم هم الخلطة هذه الثلاثة. ولا ندير عليها أعمال اللي قطم واللي عدل عمل صالح من نشأة الدنيا إلى هذا وندير ذا في كفه. وندير النبي صلى الله عليه وسلم في الكفة الأخرى، أيهم لا يرجح؟ كان لا يرجح النبي صلى الله عليه وسلم بهم. والله يرجحهما برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله بالتوسل به. هذا لا من باب توه مثال. من باب الدليل فم حديث ينقال له حديث الأعمى، حديث الضريب اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وقال له على أنه يعدل له حاله يدعي له الله بها يعود يغض عنه العمى. وامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوسل يتوضا ويتوسل به صلى الله عليه وسلم، هلا ردت الي بصري يا ربي. وهذا الحديث اللي قاله حديث الاعمى قدر من الناس يقول انه ضعيف، وانا بعد ما نعرف ان قدر من العلماء مولي هلا صح وقواه، ومنهم على كل حال الامام العالم اللي نحن نقدره ونقدر علمه وهو ابن تيمية. هذا الحديث ابن تيمية الجزء الأول من فتاويه وصفحة 225 هذا يرتو يكتب لعل عدانا اللي قايل ما هو حق. على كل حال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لعل عدى اللي قايل أنا ما هو حق لله نقول كامل حد يكتبه عنده ويقجده. الجزء الأول
صفحة 225 من فتاوى ابن تيمية أورد هذا الحديث وصححه، اللي هو حديث التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كان يتوسل بالعباس وكان يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتوسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نريدكم فضيلة الشيخ أن تحدثنا عن دور التصوف في النهوض بالأمة الإسلامية. طبعا البعض يقول أن التصوف هو الأرجح أو الأصلح، وربما هو البديل طبعا الفكر المتشدد التكفيري طبعا الذي رأت الأمة الإسلامية كما يقولون ما أصابها على أثره، في خاصة في العشرية الأخيرة، خاصة التشكيلات أو المنظمات الجهادية أو التكفير، الفكر التكفيري بصفة عامة. يعني ربما يقول البعض أن الفكر الصوفي المعتدل هو البديل للنهوض بالأمة الإسلامية، كيف تقومون هذا الطرح؟ على كل حال، نحن بعد التصوف بصفة عامة لا يكفر أحدا، حد كامل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكفره أبدا. والتصوف بصفة عامة قطع عنه عامل وحدة بين جميع الديانات السماوية كامل، به اللي التصوف ينقال على أنه هو روح الدين ويكرم بني آدم كلا، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن التصوف يكرم بني آدم كلا، وما دام التصوف يكرم بني آدم كلا معناه أنه يحترم بني آدم كلا وملي كلها بخصوصياته. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يقول أن الإنسان إما أخ في الدين أو أخ في الإنسانية. إذن على كل حال التصوف قطعا أنه عنده دور مهم في تربية النفوس وتربية الأرواح، وقد وذاك ينعكس على البشرية، به اللي في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إن في الجسد مضغة إلى صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن التصوف يربي النفوس ويربي القلوب، يربي النفوس من النفس اللي تأمر بالسوء إلى النفس المطمئنة بالله. الله تبارك وتعالى يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ذيك النفس الأمارة بالسوء المتصوفة يقبض الإنسان وينقل نفسه من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الملهمة وإلى النفس الراضية وإلى النفس المرضية، حتى يصل بالمريد إلى النفس المطمئنة بالله، واللي خاطبها الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا دور التصوف بصفة عامة، سماحته ورحمته ومد يديه للناس كامل. والوالد الشيخاني يقول ولا تذكروا إخوانكم بمعائب فعادة أهل الفضل ذكروا المآثر. نذكر ذا المآثر، شما هو المآثر ما نذكره. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الشيقة طبعا كما تابعتم من برنامجكم الأسبوعي لقاء خاص. في نهايتها تقدموا بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الفقيه والوجيه العلامة الخليل والشيخاني رئيس الهيئة الإسلامية للدعوة وأعمال البر، على أن نلتقي مشاهدينا الكرام في الحلقات قادمة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.